السلامة ومرحبا بكم اللي تابعوا في سرورة كل. قبل كل شيء نحب نشكر الناس اللي قاعدة تبعث لي في الرسائل يوميا وتشجع فيا وتتفاعل معايا على الصفحة، نشكركم وراني نحبكم ياسر. أما الفيديو هذية باش نجاوب على نوع معين من الرسائل اللي قاعدة تجيني من جماعة ماتشو. رسائل ذكورية تنقدني مش لأنها متعارضة مع الفكرة، أما لأني امرأة. كما السيد قيس اللي كتب لي: سيب عليك من السياسة، راهي مش مواضيع نتاع نساء. والسيد وليد اللي كتب لي: يا ريت لو كان تعمل بلوج نتاع مكياج ولا نتاع طبخ يكون احسن. هذيك علاش اليوم مش ناخذ بخاطرهم ومانيش بنحكي في السياسة، مش نحكي في موضوع اكثر ذكوري اللي هو الكورة. كان سرورة تجم الجنجل 10 مرات بالكرة، ما بقالكم كان تعملوا انتوما فيديو وتحكيوا فيه على المكياج. دقيقة نسيت نحي طلاق. بالرغم اني مانيش في فورما، طيب ما بقالك كانت عامل لنا فيديو تحكي لنا فيه على مكياجك اليوم. في الاثناء انا باش نحكي في السياسه، اما قبل كل شيء باش نمشي نطيب العشاء.